الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة كان ربما يقتضي نوعا من التلاؤم، إدارة حوار بين الله وبين إبليس في عدم السجود ايوه موائمة للموقف، ايوه لكن في سورة البقرة تحديدا اداك النتائج. فقط مع إبليس بالذات، يعني هو أعطى الحوار مع الا الملائكة، انا فاهم قصدك، مع إبليس أعطى النتيجة. الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. لما لم يقل الحوار لا تسجد يا إبليس، قال لا أسجد أنا خير منك، لما لم يقل الحوار؟ لان ده ملمح شمولي في البقرة يهمك منه ايه؟ أيوه انه ما سجدش اللي احنا وصلنا له، عشان تاخد الملمح فيك انت انك اياك ان تكون على درجة ايمان كدرجة ايمان ابليس بدليل عدم كلامه، ويذلك هو ذلة تقع انت على معصية وتموت عليه. وهذا من مقاصد سورة البقرة. بقر ملمح شمولي اداك النتيجة، وبعدين يديك ملمح تاني بقى مع ادم. يا ادم ده ما رضيش يسجد لك، تسمع كلامه؟ يعني خد بالك ان الات السريعه في البقره لازم توقفني، انا بتزلزل منها. الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا ادم اسكن انت كل كل الله يا ادم ده لسه رافض السجود ليك. ده من غير ما المولى يقول لك في طه ولا في كده ان هذا عدو لك، كان لازم يا ادم انت ايه؟ توعاله. يعني شوف السرعه في النقله. هنا لما قال وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يعني برضه زي ما قلنا في حلقة غض الطرف عن ذكر حواء طوال القصة وخلقها ما إلا جاش في هنا. هذا الملمح سليم كده، أيوه. ولكن شملها الأمر بالدخول الجنة مع آدم، وكلا أيوه منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هل في هذه اللحظة صدر الأمر الإلهي من لدن الله سبحانه وتعالى إلى آدم بألا يسمع ويرضخ لكلام الشيطان إبليس؟ الملمح كامل. كان موجود. طبعا، ما هو يعني إذا ما حدث آدم في هنا الأعراف، علم العداوة من إبليس الكامنة داخله. ما هو دي هنقولها دي. عارف يا استاذ محمد انت كده واقف على ايه؟ على السبع ملامح، على السبع اوجه للقصه. القصه واحده وملامحها مكتمله ساعه حدثت، لكن عرض الكتاب ليها غير عرض القران. وهذا ما اتكلم فيه. يعني ادم هنا في سوره البقره كان يعلم بعداوه ابليس؟ طبعا، لان البقره جت بعد صد قد ايه؟ من حيث العرض حتى. لماذا صدر الله تبارك وتعالى الكتاب بهذه الآيات؟ علشان تاخد الملامح إيمانا. إيمانا. يعني؟ أصل الإيمان ما فيهوش لماذا. تسليم. سمعنا وأطعنا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. مش أسلم. مش أسلم إزاي؟ حتى مش أسلم إزاي؟ سبحان الله. ما فيش إزاي؟ لا إله إلا الله. قول أسلمت وبعدين نتفاهم. لا إله. ما هو ده كلمة مسلم. صح. أنا أقول أسلمت وبعدين أقول لك إزاي؟ إيه أسلمت دي؟ بس أنا أسلمت طاعة، لأني أثق أن الإله لا يكذب سبحانه وتعالى، حاشاه، لا يخدعني، لا يقول لا كذا لا كذا، كل الوارد في 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 طباع البشر وفي سمت الجن والماء. لا، المولى عز وجل يختلف، هو الآمر الأعظم سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك أنت عندك حاجة غريبة جدا في الجيش، يقول لك إيه؟ نفذ الامر باعترض، وبعدين اعترض، نفذ الاول. اصلا هتبوظ هتغرق. صح. فما بالك بالاله الحق. صحيح. فدي تعليم اخر، ده درس تاني. صحيح. هل هنالك حكمه من تاخير ذكر قصه حواء تحديدا هنا؟ وتاخير انا اسف استاذ محمد، ده في هناك حكمه ان ما قالش القران، ما قالش ان اسمها حواء. ما الحكمه؟ ان محمد يبقى عليه الصلاه والسلام الكتاب والسنه. لازم، عشان ما تقوليش هسيب السنه. فاكر الحلقه اللي قبل اللي فاتت ولا انكار السنه؟ انكار السنه وهسيب السنه. سيب السنه. طب مين قال لك ان اسمها حواء؟ مين قال لك ان الظهر 4 ركعات؟ مين قال لك سنه المغرب؟ مقدار الزكاه، كل مقدار الزكاه، كل الكلام ده يا جماعه. الحج، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رايتموني اصلي، كل ازاي اسيب السنه؟ مفيش كلمه في القران تقول ان اسمها حواء. زوجة. انما محمد، ايوه زوجة. انها زوج ادم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لولا اليهود ولولا حواء يشرح لم يخنز اللحم. اللحم ولولا حواء البخل بتاعهم خلوا اللحم بقى من دقبه مش اللحم بس، الاكل كله العطن والفساد وكده. ولولا حواء، وكلمه الخيانه يا جماعه عايزه تتفصل على انها خيانه مش
زنا وكذا وكذا وكذا. كنا نقرأ العجب. نقرأ العجب. ده كلام فارغ حتى في زوجات الأنبياء. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا. عارف قمة خيانتهم إيه؟ لا تتبع العقيدة بس. إنما قلت زنا والولد مش عارف إيه، كل ده كلام إسرائيليات كذب في كذب. سبحان الله. ما ينفعش. قال الأمر الإلهي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة. اسكن. يعني قال لها دلالة خاصة. طبعا. اسكن. كلمة وبعدين خد بالك اسكن أنت وزوجك. إحنا عندنا بنسمي البيت إيه؟ سكن. سكن. العجيب في الأمر اللغوي العازب ما يقولش على بيته سكن. يقول لك رايح البيت مروح. صحيح. يتقال عليه سكن إمتى؟ لما تكون فيه زوجة. ومن آيات تعبير أيوه لأن دي من آيات الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. كلمة سكن لم يطلقها العرب حتى قبل القرآن. سبحان الله. سبحان الله. على العازب، على بيت العازب أو الأرمل أو الأرملة. لابد من وجود الزوجة، لازم الاثنين عشان يبقى سكن، لأنك أنت تسكن إليها وهي تسكن إليك. صح. أو بمعنى لغوي آخر تسكن بها وتسكن بك، يبقى في السكينة. ولذلك وجعل بينكم من الآيات مودة ورحمة. دي حدوتة طويلة في مسألة الزواج. نعم. إن المرأة أو الرجل وهما فرد، يعني حضرتك فرد وزوجتك فرد. صحيح. بعد العقد يتقال عليك محمد زوج. صح. والزوجة محمد زوج خديجة وخديجة صلى الله عليه وسلم، وخديجة زوج محمد. يا جماعة ده محمد فرد. قول له بعد العقد لا ما بقاش فرض زوج. بقى زوج. ولما تتكلم على الاثنين تقول زوج ولا زوجان؟ زوجان. زوجان. يعني الواحد وهو فرض بعد العقد بقى زوج، لانه يعبر عن الاخر. صح. ويمثله. صحيح. ويؤدي به وله. حدوته لغويه قرانيه بديعه. اسكن انت وزوجك. وزوجك. لو عارف لو كان قال له انت بس ما كانش بقى تسكن. لأن هو اللي قال في القرآن لتسكنوا إليها، فالسكن لا يكون إلا الاثنين. صحيح. وكلا. أيوة. هنا دلالة الفعل كلا تحديدا، ما هو السكن يقتضي الأكل والشرب والنوم. بس الدلالة. دلالة كلا، لما كلا يعني؟ إداهم المباح قبل الممنوع. يعني المفروض كلا كان لاعلم أنه سيمنع، سيحرم من الشرب. اعطى قبل ان يمنع. بالضبط. سبحانه وتعالى. سبحان الله. وهذا هذه عطاءات الله تبارك وتعالى. كان المفروض يعني عشان يبقى التحذير تحذير مثلا، يعني كان يقول له يا ادم اشكر انت وزوجك الجنه وما تاكلش من الشجره دي وكل من الباقي. لا سبحان الله. كل من كله، لان المنع غريب، المنع من حاجه واحده. وكلمه جنه يعني شجر كثيف وكثير، ملايين كده كطائلة. صحيح. انا ضربت زمان مثال، قلت لو كان قال له كل من شجرة واحدة وسيب ال 999 وده رقم مبرر. بالظبط. مبرر معصية مبررة. اعطاني قليلا ومنع عني كثير. طبعا ما فيش معصية مبررة، لكن يعني انا بقول من باب الجدل. ذريعة ربما يعني. انما يا ادم ده انت قدامك الاف الاشجار، يعني ربما تكون هذه مكررة فيما لدي. مش كده؟ هي عنده هنا. وعايز أقولك على حاجة، يبقى كان لازم نفهم إن المنع له حكمة. صح. وأنه اختبار.